يأتي تطبيق نظام الرقابة الرقمية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انسجاما مع الاستراتيجية الخاصة بالدائرة فيما يتعلق بمحاربة التهرب الضريبي، تتمثل في مراقبة العمليات الإنتاجية بدءا من تصنيع الباكيتات أو علب السجائر في المصانع بوسمها بالداتا ماتريكس كود، وانتهاء بتعقب هذه المنتجات في الأسواق بالاعتماد على معايير الجي اس 1. تم اعتماد الجي 10 فيما يتعلق بتعريف المنتجات، والجي ال ان لمعرفة أماكن تصنيعها وبيعها، وفيما يتعلق بمعيار استعادة المعلومات تم استخدام الجي اس 1 داتا ماتريكس. أما فيما يتعلق بمشاركة البيانات فقد تم الاعتماد على الـ EBCIS من خلال الماستر داتا، الترانزاكشنال داتا والإيفنت داتا. فوائد نظام الرقابة الرقمية: ضبط العمليات الإنتاجية من خلال الريل تايم مونيتورينج، وهذا أدى بالفعل إلى التخلص من الأخطاء البشرية ومن التصفيات واللجوء إلى تقنيات رقمية الداشبورد والترندز، وعمل مونيتورينج بشكل لحظي ومباشر لخطوط الإنتاج وعمليات الإنتاج التي تتم في مصانع الدخان. أدى تطبيق نظام الرقابة الرقمية في المصانع بعد سنتين من تطبيقه في عام 2021 إلى زيادة ملموسة في حجم الإنتاج تقدر من 8 إلى 12%، ستؤدي تماما إلى رفع في نسبة العوائد الضريبية.